رئيس مجلس القيادة يهنئ سلطان بروناي دار السلام بالعيد الوطني. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات الأوضاع ويتخذ قرارات لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية. اللجنة الأمنية والعسكرية العليا تعقد اجتماعا لها في عدن. الأمين العام لمحل حضرموت يرعى توقيع عقدين لمشاريع المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت. من مبنى تلفزيون حضرموت بالمكلا نرحب بكم في نشرة العاشرة، ونبدأ نشرتنا مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الذي بعث برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، وذلك بمناسبة ذكرى عيد ميلاد جلالته. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس عن أصدق تهانيه لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، تمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الياباني الصديق كل التقدم والرخاء. أشاد فخامة الرئيس بالموقف الياباني الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وبالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. بعث فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، هنأه فيها بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلده الشقيق. وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن خالص التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة، راجيا لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه موفور الصحة والسعادة وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنمى والازدهار. عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن، استعرض مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية على الساحة الوطنية وتقييم مستوى التعامل الحكومي مع الأولويات العاجلة. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي نتابع. استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية وتقييم مستوى التعامل الحكومي مع الأولويات العاجلة وفي مقدمتها ضبط أسعار الصرف واستقرار الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية. وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أن الحكومة وهي تنهض بمسؤولياتها في إيجاد حلول للمشكلات الملحة التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم، فإنها في الوقت نفسه لا تدعي أن لديها حلولا جاهزة وسحرية لحلها، ولن تنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها. ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفق الموجهات الرئيسية والعمل على ضمان مبدأ الشفافية. وأقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية وتصحيح المخالفات القائمة بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية برئاسة وزير الدفاع. ووجه المجلس وزراء الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة ورئيسي جهاز الأمن السياسي والقومي وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها فروع في المنافذ البرية والبحرية بإجراء عملية التدوير الوظيفي الفوري للقيادات والموظفين العاملين كافة في فروعهم وفروع الجهات التابعة لهم بالموانئ البرية والبحرية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة، ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل قيادات المحلية وكذا المتعاقدون والمستعان بهم والبالغون أحد الأجلين ووضع الحلول المناسبة. وحدد مهلة شهر كحد أقصى لتنفيذ هذه المهام، وكلف وزراء النقل والمالية والدفاع برفع تقارير عن مستوى التنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية، كما وجه المجلس بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة إلى أراضي الجمهورية وإغلاق جميع البوابات غير الرسمية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إصلاح الإخلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها. وكلف وزراء المالية والنقل والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أهم متطلبات العمل في المنافذ البرية والبحرية. واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الجمهورية اليمنية بناء على العرض المقدم من وزير المالية. وناقش مجلس الوزراء التصعيد الخطير لأعمال القرصنة البحرية التي تقوم بها ميليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر وخليج عدن للملاحة الدولية والسفن التجارية، وبينها استهداف سفينة محملة بالحبوب كانت في طريقها إلى ميناء عدن. وجدد مجلس الوزراء تمسك الحكومة بخيار السلام والتعامل بجدية مع خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن. وتدارس مجلس الوزراء قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية عالمية التي دخل حيز التنفيذ منذ 16 من فبراير الجاري، والإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذا القرار في الجوانب الإنسانية والإغاثية. وجدد مجلس الوزراء الترحيب بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة تصنيف جماعة الحوثيين بصفتها منظمة إرهابية عالمية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير من وزيري الدفاع والداخلية حول الوضع العسكري والأمني، وجدد التأكيد على سرعة استكمال التحقيق في الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت نجل رئيس الدائرة الأمنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي العميد أحمد حسن المرهبي وملاحقة الجنات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وتابع مجلس الوزراء بألم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وإصرار الكيان المحتل على اجتياح رفح وتصاعد ماكينة القتل ضد المدنيين الفلسطينيين، معبرا عن أسفه الشديد لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها. بعث رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بذكرى يوم التأسيس. وعبر رئيس الوزراء عن أحر التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللحكومة والشعب السعودي الشقيق، راجيا للسعودية ملكا وقيادة وحكومة دوام التوفيق والسداد، ولشعبها العربي الشقيق مزيد من التطور والرفاه، مشيدا بالمواقف الأخوية العروبية للسعودية تجاه اليمن، منوها بعمق العلاقات التاريخية الجامعة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأتمنى رئيس الوزراء في ختام برقيته لولي العهد السعودي دوام الصحة والعافية، وأن يعيد الله هذه المناسبة وقد تحقق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء للشعب السعودي الشقيق. عقدت اللجنة العسكرية والأمنية العليا اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لها برئاسة رئيس اللجنة لواء ركن هيثم طاهر وبحضور وزير الدفاع الفريق ركن محسن الداعري. وفي الاجتماع أكد رئيس اللجنة أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين اللجنة العسكرية ووزارة الدفاع لحل جميع الإشكاليات في الوزارة ومختلف الجبهات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من صياغة الهياكل الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية. بدوره أكد الوزير الداعري الأهمية البالغة في تسريع إنجاز التصورات النظرية للجنة والانتقال إلى الميدان بما يتواكب مع تسارع الأحداث في المنطقة، مشيرا إلى الوضع الصعب الذي تمر به المنطقة بما يتطلب الاستعداد والجهوزية الكاملة لكل الاحتمالات في مختلف الجبهات. وشدد على أهمية عمل اللجنة العسكرية والأمنية وأن تكون لديها رؤية صارمة من أجل توحيد رواتب القوات العسكرية للمكونات والقطاعات والجبهات كافة.
أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر حرص السلطة المحلية ودعمها لقطاع التربية والتعليم بحسب الإمكانات المتاحة وتقديم التسهيلات الممكنة لاستمرار العملية التعليمية واستقرارها. وثمن محافظ المهرة خلال ترأسه اليوم اجتماع لقيادات مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وفروعه بالمديريات جهود المعلمين والمعلمات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، كما ناقش الاجتماع الموازنات التشغيلية لمكتب الإدارة العامة ومكاتب المديريات. وقرر الاجتماع الالتزام بالتقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري استنادا للقرار الوزاري رقم 53 لعام 2023. افتتح محافظ أبين لواء ركن أبو بكر حسين سالم ومعه المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي اليوم معرض الشهر الكريم بزنجبار الذي تنظمه المؤسسة الاقتصادية اليمنية. وفي الافتتاح أكد محافظ أبيان أن إقامة هذه المعارض الرمضانية تأتي للإسهام في التخفيف من المعاناة الاقتصادية للمواطنين، وذلك عبر تأمين الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية كافة للشهر الكريم بأسعار مناسبة، مثمنا دور المؤسسة الاقتصادية التي أسهمت في تنفيذ هذا المعرض وما تقدمه من تخفيضات تستهدف شرائح المجتمع كافة. وفي سياق متصل وضع محافظ أبين والمدير العام للمؤسسة الاقتصادية حجر الأساس لمشروع بناء المجمع الاستهلاكي للمؤسسة الاقتصادية فرع محافظة أبين الذي يتضمن بناء مركز تجاري واقتصادي يشمل المواد الاستهلاكية كافة ونقطة بيع مستمرة للإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية. رعى الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح العمقي صباح اليوم بالمكلا توقيع عقدين لمشاريع تعزيز توافر المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية في أحياء مدينة المكلا وتحسين كفاءة شبكة الصرف الصحي في مديرية الشحر. الأمين العام للمجلس المحلي أكد أهمية توقيع هذه المشاريع التي ستسهم مباشرة في التخفيف على المواطنين بساحل حضرموت من قطاعات المياه المتكررة، مشددا على ضرورة الالتزام بجداول الكميات والمواصفات الفنية. التوقيع جرى على مشروع توريد مواد لتحسين شبكة المياه الداخلية جوار مسجد الشهداء بمدينة المكلا بقيمة 28,565 دولارا، وعقد مشروع تأهيل موقع رفع المجاري الحالي بمنطقة الرملة وادي سمعون بمديرية الشحر بقيمة 188,460 دولارا. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري اليوم المعرض الترويجي السادس منتجات المرأة الذي ينظمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة 8 مارس وعيد الأم 21 مارس. الوكيل العامري طاف ومعه وكيل محافظة الحكم سالم بن شرمان على أقسام المعرض الذي يستمر على مدى 3 أيام وتشارك فيه 150 امرأة من مختلف مديريات وادي حضرموت من خلال عرض محتوياتهم من منتجات محلية ومشغولات يدوية وعطور وبخور وإكسسوارات وغيرها. وأشاد وكيل المحافظة بالتنظيم الجيد للمعرض الذي سيسهم في دعم المشاريع الصغيرة الهادفة إلى استغلال طاقات المرأة وإمكاناتها للنهوض بالمستوى المعيشي وتخفيف معاناتها ودعم الأنشطة كافة في الجرف أو في الحرف اليدوية والمشغولات وتنمية القدرات النسوية. تستعد السلطة المحلية بمديرية شبام لإظهار مدينة شبام بحلتها التي تليق بها أمام زوارها وضيوفها في الندوة التي ستقام مطلع الأسبوع القادم في 25 من هذا الشهر. الندوة العلمية ترافقها فعاليات ثقافية وتراثية تبرز موروث شبام وما تميزت به. تنتشر العمالة في الميدان، يتهيأ الخط الدولي بمدينة شبام بأعمال الصيانة والتحسين من قبل الأشغال العامة وكذا أعمال وحدة النظافة تأهبا واستعدادا لاستقبال ضيوف ندوة علمية تمثل الكثير بالنسبة لمدينة شبام. شبام جاري العمل فيها على قدم وساق، ستظهر بحلة جديدة وبزينة جديدة إن شاء الله لاستقبال
كافة ضيوفها الكرام، كل أجهزة الدولة المعنية تعمل على قدم وساد زوارها. رأيناها فرصة أن نحن بهذا نستغل هذه المناسبة ونعملها ترويج سياحي وتطمين سياحي لكل السواح الذين سيأتون شبام، بأن شبام آمنة مستقرة. الندوة العلمية شبام في عهد ازدهارها التجاري، ندوة تستعد السلطة المحلية بالمديرية ومركز حضرموت للدراسات التاريخية لإقامتها وإقامة فعاليات مصاحبة لها تبرز ما تحويه هذه المدينة التاريخية العريقة. مهمتين رئيسيتين فيه الندوة العلمية التي سيتبناها مركز الدراسات الاستراتيجية والتاريخية للتوثيق والنشر، وعندنا اللي هي السلطة المحلية ممثلة بالسلطة المحلية بمديرية شبام الذي ستكون عندنا الندوة من ناحية، ومن ناحية ثانية أعمال مصاحبة لهذه الندوة وهي فعاليات شعبية وثقافية. تستعد الشبام وتظهر بأجمل حلة بجهود السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لاستقبال ضيوفها في الندوة العلمية التي يتأمل الجميع أن تكون نقلة نوعية لشبام مدينة ومديرية. لتلفزيون حضرموت صالح القيسي، شبام. احتضن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت الشقيقة حفلين فنيين للأوركسترا الحضرمية بقيادة المايسترو محمد القحوم، وذلك ضمن احتفالات دولة الكويت بالأعياد الوطنية في شهر فبراير. المزيد من التفاصيل في سياق التقريرات نتابع. جسور المد الثقافي الموسيقي تمتد من جديد بين الكويت وحضرموت، وعاد النغم الحضرمي خصوصا يحلق في سماء العاصمة الكويتية، تردده الخالدية والسالمية وتحفظه حولي، ويطرب له الحاضرون في مركز الشيخ جابر أحمد الثقافي ويصفقون له. المؤلف الموسيقي الشاب محمد سالم القحوم يواصل طموحاته الكبيرة ويقود حفل الأوركسترا الحضرمية في ليلة من ليالي فبراير الكويت. كويت المحبة، كويت الفن، كويت العطاء. ولأن جمهورها كان متعطشا لهذا الحضور أمست الحفلة حفلتين، وقدمت ليلة أخرى بمقاعد ممتلئة على دار الأوبرا مركز الشيخ جابر. قاد فيها المايسترو القحوم مجموعة الموسيقيين والإيقاعيين من اليمن والكويت ومصر والبحرين وتونس وتركيا، وقدموا مقطوعات أوركسترالية لأغاني حضرمية ويمنية يعشقها الجمهور الكويتي ويحفظها عن ظهر قلب. آمنت مؤسسة حضرموت للثقافة بهذا المشروع الموسيقي الكبير للمايسترو والشاب محمد، فعاد معه الفن الحضرمي إلى الواجهة. فبالأمس كان الفنان الكبير كرام مرسال يشدو على مسارح الكويت وفي ديوانياتها برائعته الشهيرة متيم، واليوم يعود القحوم بروح جديدة وموسيقى جديدة ويعلن عن جيل جديد من المتيمين والحالمين والطامحين. أيمن سالم بحميد لتلفزيون حضرموت. تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ورياح معتدلة السرعة، درجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى مائلة للبرودة ليلا. وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة ورياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى باردة نسبيا ليلا. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس.
وصلنا إلى نهاية هذه النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أثناء. رئيس مجلس القيادة يهنئ سلطان بروناي دار السلام بالعيد الوطني. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات الأوضاع ويتخذ قرارات لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية. اللجنة الأمنية والعسكرية العليا تعقد اجتماعا لها في عدن. الأمين العام لمحل حضرموت يرعى توقيع عقدين لمشاريع المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت. ولمتابعة المزيد من نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. تقبلوا خالص التحايا، وأيضا التحايا موصولة من مترجم لغة الإشارة الزميل رائد جروان. دمتم في أمان الله.